ثلاثة صباح الخير. صباح الخير. أول دربي كونتر النهار، لعب دربية تبارك الله قبل واليوم أول دربي، كيفاش تعقدت تعيش فيه؟ كيفاش عشتوا البارح؟ يعطينا كيفاش عشتوا البارح؟ عشتوا البارح عادي كي دربيات عادي عادي جدا، مقابلة معناتها يجمو جو فيها جو معناتها باهي، لاعبين ما يبداش عندهم ضغط كبير برشا. احكي لنا على انت كيفاش تعيش فيه توا، ليموسيون شنو بالضبط؟ نحضروا كي عادي جدا معناتها مسانس بيه في دربيات، معناتها خاصة عندنا جروب كان خارق العادة. معناتها كي نجي هنا البارك بي معناتها حاط في مخي ديما باش نربح، عندي دربيات في الصغير حتى دربي ما خسرته هنا، كلهم ربحهم هنا، معناتها حاجة باهية برشا تقعد لي في البالماريز نتاعي، وإن شاء الله هذوما جينيراسيون جديدة تكون في المستوى وتقدم ردود طيب، وأنا عاطي فيها الثقة إن شاء الله. تنطبقوا بعد الماتش إن شاء الله. عايش إن شاء الله مربح. Hey!
Yeah.
نمشي بعد نمشي شوي. خدمنا في لونترينمون زاد سامر ما قصرش سونتراج حطيه لي فيه الحب ربح حلوه غاري ميزه باهي شباب هو عمل عليه وانا كملت الخدمه تاعي مش مزيان ريتك صحيح في 3 بوان تحرمنا من 3 بوان غضبتك ولا هذيك هي الحاجه اللي تغيظك انك في باريكم تعطيهم حقهم مش خاطر ما يستنى ما نستحقوش نحن على خدمتنا من اول العام التو ستاف كامل تابع معانا ما تحسها حرقة من داخل كي هما يستاهلوا باش يخسروا ويعملوا معانا نيول لا غالب مازال سيزون طويلة وقدرة ربي كيما نيول عملنا معاه باش يجوا البارك وباش ويخسروا وباش قدرة ربي بلاي اوف عنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله اسكندر ان شاء الله Thank you.
زلت ثنية تويل، زلت ثنية تويل. يا أولاد راهو صدقوني الكرة عندكم أنتم في ساخيكم في دياركم في حومتكم في الليسي، ماهيش في التيرا يا أولاد. شفتوا كيفاش كملنا الماتش كمان avec beaucoup de difficulté. On n'arrive pas à coller. On n'arrive pas à faire le replacement en terme. يا أولاد راهو خسرني صدقوني أوني كابابل. راهو كل جمعية نعطيوها قيمتها ونحطوها في الثنية في بلاصتها اللي تستحق، ما همش خير منا. شفتوهم كيفاش. اوكي حاجة بركة الأولاد ديجا منا. اوكي مسنا الأولانيين كما قلت لكم راهو رجل تعبية ما ندخلوش في بعضنا، صاحبنا غلط مش مشكل نعاونوه ويعطيكم الصحة مرة أخرى. يلا ما نعرفش لو كان مش نحسبوا اسكو نقولوا ان بوان فرحانين به بار اكسبيرونس ولا دو بوان ضاعوا. لا بيان سور دو بوان ضاع، ونحن لوبجيكتيف نتاعنا ديما لي فيكتوار ديما لي 3 بوان. اكوردو شفنا كيفاش بدينا عملنا ان اونتام دو ماتش بون، ما كانش في المستوى المامول، ما كانش معناتها نيفو معناتها لي كونسيني اللي اعطيناهم. من بعد اون سي راترابي معناتها في لي 20 ديرنيير مينوت تاع البريمير ميتون، دوزيام ميتون اون سوجيري معناتها لا دوزيام ميتون خدينا لافونتاج على الادفيرسير. دونك كيما تعرف ديما غزلي ديما سيرتو الكونسونتراسيون ديما تاخذ تاتش. وصينا الملعبيه باش نقعدوا كونسونتري حتى لاخر الماتش، مالوريزمون معناتها البوان هذايا خانتنا شويه قبلنا الهدف تاع الفيزيك والسخانه. بون بيان سور سي نورمال تخص سخونك، تشوف معناتها واحد في الظل عزوز يعني شفنا عزوز كيبيت يعني رخو. اي سي نورمال يافي با ان بو دو فيشور. بون الحمد لله بون ديما هي نقطه باهيه ديما تخلينا معناتها اننا نخدموا وديما نكملوا في ليزوبجيكتيف نتاعنا. مي كيما قلت لك راهو دو بوان راتي دو بوان راتي. مستنسين نبداو مع جمعيات اونتر كيمي سهلين، بقينا رواحنا مع ليتوال مع مستير مع ليسبيرونس، يظهر لي خير لك من اللي تعملوا انت. ديما ايش نقول لك معناتها واحد الملاعب كل ما تصعب عليه لونجو ديما يسودون افون ديما يكون معناتها روندون وديما بيان سور ديما يتعلم. اليوم مغسل لي اليوم في تاب دو فورماسيون هذا الكل يصلح له الغدوه للسينيور ان شاء الله. معناتها ما فماش ايكيب ضعيفه وما فماش ايكيب قويه. فرحان انت؟ انا بون فرحان، مانيش فرحان خاطر ضيع دو بوان فهمت، اما كوميم جو فيليسيت مي جوار كوميم دون لي زيفور سيرتو في طقس كيف هذا، وان شاء الله نكملوا. مازال صعيب كما قلت لك، ولو بلوز امبورطون اللي هو في الفازه الثانيه بحول الله ان شاء الله. ميرسي يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. لا لا من عندي لا تسمع عليه باه يسمعني يسمعني. ماتش نورمال مو عندنا نورمال كورنا نحن خير منهم في الاخر، عملنا رولا شو يا اخي قبلنا الثاني قبلنا النيل الله غالب في البارك نتاعهم، هما كانوا عاملين نيل مع المارس نورمال هما اللي يربحوا ونحن عملنا اللي علينا. تقول انت سبا ان بوان نورمال نورمال راه نضحكوا فرحانين هما نورمال يتغشوا مش نحن. اوكي محمد نعم قول لي اول دربي بعد ما جيت سوتي. والله جيت لهنا باش نعاون صحابي اول حاجه، وثاني حاجه باش نعطي لبيرس معناها وقت اللي يسمحني المدرب نتاعي ان شاء الله. كيفاش عشت الدربي اول مره؟ نعم كيفاش عشت الدربي اول مره؟ حسيت خفت ما خفتش؟ المره الاولى خفت وبعد كابت معناها صايت نحى الخوف دخلت الماتش. هم صحابك يحبوك. اي المعلم تشويق على محمد يمشي تشويق.